مفيش حاجة بتبقى وليدة لحظة، ده بيبقى ثمرة أو نتيجة لجهد طويل جدا. ويمكن العلاقات الثنائية اللي بدأت تتحرك بشكل إيجابي إلى شكل أكثر متانة ما بيننا وما بين فرنسا على سبيل المثال، ساعدت في اجتماع النهاردة أو في قمة النهاردة ونتائج قمة النهاردة. العلاقات الثنائية اللي ما بيننا وما بين اليونان ساعدت أيضا في هذا الاجتماع وفي نتائج هذه القمة. معانا على التليفون سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم ورمضان كريم. الله أكرم يا أستاذ يوسف وجمهور المشاهدين. الله يخلي حضرتك. سعادة السفير، عايزين نفهم أكتر على أول حاجة مصطلح ترفيع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأهمية ده بالنسبة لنا إحنا كمان إيه؟ هو بالتأكيد يا أستاذ يوسف، يعني الانتقال بعلاقات أي طرفين لمستوى شراكة استراتيجية شاملة هو تعبير عن مدى التقدم الذي حققته تلك العلاقات لمنفعة الجانبين. فمصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعبر عن شريك مسؤول إقليمي يمكن أن يقدم للاتحاد الأوروبي الكثير من المكاسب والإنجازات، كانت على الصعيد السياسي والأمني والعسكري، والجهد الذي تبذله مصر كمعامل استقرار إقليمي في جنوب أوروبا هو أمر هام جدا وللغاية للاتحاد الأوروبي. ثانيا، مصر أيضا هي فرصة استثمارية هامة وواعدة للاتحاد الأوروبي، تشبع في استثماراته ويسعى للتمدد باستثمارات هامة ورئيسية يمكنها أن تساعده على التمدد دون الوقوع في المنافسة خاصة مع الصين وغيرها من القوى. المشهد يا أستاذ يوسف بيستدعي لذاكرتي ما كانت تردده المستشارة الألمانية عندما كنت سفيرا في ألمانيا. كانت تقول المستشارة أنجرا ميركل أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار أوروبا، وأن نجاح مصر هو نجاح لأوروبا. كانت المستشارة تكرر هذا التعبير بعد ثورة 30 يونيو، وكانت دائما ما تتحدث عن أهمية الاستثمار في مصر، مصر التي يمكن أن تقدم للاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والاستثماري والتنموي المنشود، بحكم أولا سوقها الضخم وقدرات العمالة الهامة والتي يمكن تدريبها وتطويرها، وهي أيضا الشريك الذي يمكن أن يقدم لأوروبا حلول هامة جدا في واحد من أهم ملفاتها أو في عدة ملفات رئيسية، أذكر منها الغاز والطاقة والعمل المشترك من أن تكون مصر يعني أحد روافد الطاقة والغاز الطبيعي وإمداداته الضخمة إلى أوروبا، واستثمار أوروبا أيضا في هذا المجال الحيوي، سواء كنا نتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، وكذلك في ملفات يا أستاذ يوسف هامة وعاجلة بالنسبة للأولويات الأوروبية كالهجرة غير الشرعية. فمصر منذ عام 2016 وكما نعلم جميعا لم تخرج منها سفينة مهاجرين واحدة، وهي أيضا دولة أقامت صرحا قانونيا هاما وتشريعيا يحمي هذا الملف. ولكن مصر في سبيل تحقيق هذا الدور الهام في مجال الهجرة غير الشرعية تستضيف نحو 9 مليون لاجئ شريك في الوطن، يعني يتعلم كما يتعلم المصريون ويعالج في مستشفياتها. هي مصر التي تتعامل مع ملف الهجرة بخلق وحكمة ولا تتاجر في شأن دول أخرى مجاورة. الهجرة غير الشرعية أحد الملفات أيضا يا أستاذ يوسف الهامة جدا للاتحاد الأوروبي، وكما يردد السيد الرئيس أن الحل لمشاكل الهجرة غير الشرعية لأوروبا لن يتأتى عن طريق الحلول الأمنية وإن كانت هامة في ضبط الحدود، ولكن الهجرة غير الشرعية تعني أنك عليك أن تستثمر في أوطاننا وأن تقدم الدعم حتى تستطيع دول مثل مصر تواجه نزوح الأشقاء من السودان والأوضاع المتوترة حولنا في ليبيا وفي غزة وأيضا في أماكن أخرى. تستدعي أن تدعم دول أوروبا مصر لمواجهة وتعزيز قدراتها على مواجهة الهجرات
غير الشرعية. إذن الانتقال بالشراكة الاستراتيجية أستاذ يوسف هو انتقال بالعلاقات الممتدة والقائمة والمستقرة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة تنظر فيها أوروبا لمصر وقيادتها السياسية بوصفها شريك استراتيجي اقتصادي وتنموي سياسي وأمني وعسكري، وفي نفس الوقت تستثمر أوروبا في أمنها واستقرارها وفي نجاحها من خلال أمن واستقرار ونجاح مصر. طيب قبل ما هنتقل سعادة السفير، إذا حضرتك سمحت لي قبل ما هنتقل للملف الصراع العربي الصهيوني والوضع الراهن اللي موجود في قطاع غزة بفلسطين، لكن هسأل على أنه هذه القمة وترفيع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، هل من شأنه أنه هو يسهم في المزيد من تيسيرات أنا آسف السفر والعمل والهجرة النظامية إلى أوروبا؟ ده أحد الإجابات الهامة والواعية لملف الهجرة غير الشرعية. الإجابة الأولى حملها دوما السيد الرئيس في أدبياته عندما كان يتحدث مع الأوروبيين، إذا لم تستثمروا في أوطاننا ومن أجل مجتمع المهاجرين على أرضه سيأتون إليكم. يعني تلك هي المحصلة التي يدركها الأوروبيين كما نقلناها لهم. النقطة الثانية أنك إذا كنت تتحدث عن استثمارات أوروبية متدفقة ومقيمة بغرض تمديد نطاق الاستثمار الاستراتيجي الأوروبي لمنطقة مجاورة كما هو الحال في شمال إفريقيا ومصر على وجه الخصوص، عليك أن تعمل من أجل العمالة المصرية أو العمالة المتدربة على المستوى الذي يليق بمستوى الصناعة في أوروبا والذي يمكن أن يدمج. هناك مبادرات عدة لتأهيل الكوادر العاملة المصرية بما يتفق مع الصناعة في أوروبا كي ينتقلوا بشكل شرعي كما ذكرت سيادتك، فهذه هي أحد أبواب تمكين الهجرة الشرعية لتساعد الاقتصاديات الأوروبية. تعلم أن القارة الأوروبية هي قارة عجوز وفي حاجة لقدرات بشرية، يعني حتى أن الكثيرين في ألمانيا عندما كانوا ينظرون إلى مليون سوري مهاجر إلى ألمانيا كانوا يتحدثون وكأنها غنيمة حرب، لأن القوى العاملة المدربة المؤهلة التي هاجرت إلى ألمانيا كما كان حال الأتراك في الستينات على سبيل المثال عندما هاجروا وقادوا ألمانيا بعد الحرب العالمية وصناعاتها، كانت أيضا الهجرة غير الشرعية إذا ما تم العمل أو التعامل معها بشكل علمي وواضح. تجد اليوم على سبيل المثال وزراء التربية والتعليم وقعوا في الإطار الفني مع إيطاليا وهي الدولة المعروفة أيضا بقدراتها في مجال التعليم الفني لتأهيل عمالة مصرية متدربة على إدارة الاستثمارات الأوروبية القادمة أو الانتقال كما تفضلت سيادتك بشكل شرعي إلى أوروبا. تلك هي إجابات حقيقة سواء تدعيم وتوطين الاستثمار في بلادنا أو الانتقال بعمالة مدربة ضمن نطاقات الهجرة الشرعية المنشودة، هي مكاسب للطرفين وفي نفس الوقت تعزيز مجتمع المهاجرين. 9 مليون لاجئ في مصر هي قوة إذا ما أحسن استغلالها وتأهيلها، خاصة إذا ما تم التعامل معها بالشكل الأخلاقي الذي تتعامل فيه مصر بالشكل الواضح من تمكين مجتمع المهاجرين اجتماعيا وثقافيا وتعليميا وصحيا، وعدم التعامل معه فقط من زاوية أمنية على أهميتها، فهنا يكون التفاهم الذي رأيناه اليوم بين مصر والاتحاد الأوروبي. طيب. في ملفات عديدة منها ملف الهجرة غير الشرعية متعدد الجوانب ومفيد للجانبين. طيب أشكرك جدا 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 معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق في حديث كان شديد الأهمية حول هذه الشراكة.